نتكلم في المحاضرة ديت عن الأرجونومكس. يعني إيه أرجونومكس؟ إيه هي نشأة الأرجونومكس؟ معناه، اهتمامه، أهدافه. أول حاجة نعرف نشأة الأرجونومكس، هو الأرجونومكس ده من البداية ظهر إزاي؟ كعلم، أرجونومكس ده نوع من أنواع العلوم. تنشق كلمة أرجونومكس من كلمتين إغريقيتين، إرجون ونومس. إرجون يعني العمل، الورك، ونومس تعني القانون، أي قوانين العمل أو العمل وفق قوانين الطبيعة. نشأ الأرجونومكس دوت واستخدم تم استخدامه بصورة عملية أثناء الحرب العالمية الثانية. كان هدفه إن هم يعرفوا الحدود القصوى للجنود أثناء عمليات القتال في الحروب. استمر الباحثين في أبحاثهم العسكرية، بالإضافة إن هم حاولوا يستفيدوا من هذا العلم في مجالات مختلفة لخدمة الإنسان. وتم اختيار اسم الأرجونومكس لهذا العلم. معنى أرجونومكس هو مبحث علمي بيهتم بتصميم الأدوات، الأدوات والمعدات اللي بيستخدمها الإنسان في بيئة عمله، بيهتم بيها وبيهتم بتصميمها والظروف المحيطة بالإنسان في بيئة عمله، من أصوات وضوضاء ودرجة حرارة وتهوية بتأثر على اللي بيتعامل مع المعدات دي والأدوات والآلات، وإزاي إن أنا أصممها بحيث إنها تتلائم مع طبيعة الإنسان واحتياجاته عشان أحسن من حياة الإنسان وأحسن من أدائه العام لاستخدام هذه المعدات. يهتم علم الأرجونومكس بتصميم الأدوات والمعدات في بيئة العمل عشان تتلائم مع طبيعة الإنسان واحتياجاته. أهداف الأرجونومكس وبتنقسم عندي لحالتين، في هدفين عندي أساسيين. أولا الهدف الأساسي هو تحسين الارتباط ما بين الإنسان والمنتج، سواء آلة تولز بتتعامل معاها، ما بين الإنسان والمنتج والبيئة. لذلك أصبح من الضروري دراسة كل اللي بيأثر على كفاءة وأمان وأداء الإنسان على هذه المنتجات. وده كان بيتم من خلال حالتين، أول حاجة من حاجة الحالة الأولى من خلال المنتج نفسه، والحالة الثانية من خلال الإنسان. الحالة الأولى إن أنا بصمم المنتج عشان يناسب الإنسان في بيئته، يخلي العمل مناسب لاستخدام الإنسان، فتركيزي في الحالة الأولى بيبقى على المنتج. في الحالة الثانية بيبقى تركيزي على الإنسان، إزاي أأهله وأدربه وأختار أفراد وأدربهم بطريقة تتلائم مع ظروف العمل، وده اللي بسميه تأهيل الإنسان. هدف الأرجونومكس الأشمل هو تصميم الآلات والأدوات عشان تلائم الجسم البشري، عشان تكفل له أداء العمل بأقل جهد. يعني على سبيل المثال، لو عامل في مصنع وأنا بصمم له ماكينة بيتعامل معها، الماكينة أبعادها واستخداماتها غير ملائمة لقدرته الجسدية، فبعد فترة قصيرة جداً هيبتدي ينهك طاقته، هتبتدي تستنفذ، فهيقل كفاءته في أداء العمل. فأنا بصمم الماكينة دي بما تتوافق مع أبعاد وقياسات جسم الإنسان، وبما تتوافق مع قدراته، وبتتوافق أيضاً مع البيئة المحيطة بيه في بيئة عمله. عشان كده بقدر أحافظ على الإنسان وحقق له أكبر قدر من الأمان والراحة في الاستخدام، وفي نفس الوقت بحقق عندي طاقة إنتاجية أعلى. الأرجونومكس كمجال علمي هو مجال تطبيق مشترك ما بين عدة علوم، علم التشريح، علم وظائف الاعضاء، علم السيكولوجي. علم التشريح ان انا بعرف بنيه الانسان مختلف اعضائه ايه عشان وانا بصمم اراعي الوظائف او البنيه الجسميه للانسان اللي انا بصمم له. علم وظائف الاعضاء اعرف كل عضو من اعضاء الانسان بيشتغل ازاي واعرف طاقته ايه عشان وانا بصمم اقدر اصمم التولز والمنتجات بتاعتي وفق هذه العلوم. علم السيكولوجي بيتضمن علم السيكولوجي التغيرات المتعلقة بسلوك الفرد، سلوك الفرد عندي واستخدامه للمعدات دي أو الأدوات اللي أنا بصممها له. لازم أدرس علم السلوك عشان أعرف التغيرات المتعلقة بسلوك المستخدمين. يتناول كل من العلوم دي، علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء وعلم السيكولوجي، بتتناول الإنسان كعنصر بحث عشان أعرف طاقته وحدوده وإمكانياته عشان أوصل بيه لأكبر لأداء الأكثر كفاءة لي، وبدرس العوامل اللي بتأثر على أدائه وقدرته في ظروف العمل المناسبة. نتكلم بعد كده عن خصائص الأرجونومكس. إيه هي خصائص الأرجونومكس؟ أولا لازم ألتزم بفكرة إن المنتجات اللي أنا بصممها أو الأدوات بتصمم أساسا لخدمة الإنسان، عشان كده لازم الإنسان يؤخذ في الاعتبار دائما في عملية التصميم. لازم أعرف الفروق الفردية الخاصة بقدرات كل شخص عن الآخر وراعي دوت في التصميم. الاقتناع بفكرة إن تصميم المنتجات بيأثر على سلوك الإنسان وعلى رفاهيته، كل ما كان تصميم المنتجات والأدوات أسهل وأيسر كل ما بيأثر في سلوك الإنسان بالإيجاب وبيأثر على رفاهيته. بركز على المعلومات التجريبية وقيمها أثناء التصميم. بعتمد على المنهج العلمي عشان أستنبط المعلومات الأساسية عن سلوك الإنسان، لازم أعتمد على المناهج العلمية.
زي ما هو موضح عندي في الشكل اللي تحت، لو فرضنا ان موظف بيشتغل على الكمبيوتر فترات طويلة والمكتب بأبعاده بالكرسي اللي بيستعمله مش مريحين بالنسبة له، زي ما شايفين الموظف اللي على اليمين ابتدى يخرج الكرسي عشان يريح رجليه، ابتدى يرفع رجله التانية على المكتب، ابتدى يغير وضعية القعدة بتاعته. بالشكل دوت كفاءة إنتاجيته هتقل، لأن بعد فترة قصيرة جدا هيبتدي يتعب، فأنا أثرت على المستخدم عندي وفي نفس الوقت أثرت على سير العمل. لو قارنا الشكل دوت بالشكل المقابل ليه، هنلاقي ازاي الكرسي مريح، ازاي اقدر اتحرك على الكرسي، احرك رجلي تكون مفروده قدامي، فالقعده مريحه، الكمبيوتر محطوط في وضعيه وزاويه رؤيه جيده، فيقدر يحقق كفاءه انتاجيه عاليه، وفي نفس الوقت بحافظ على المستخدم بتاعي. وده هدف علم الارجونومكس، ان هو يوظف الامكانيات للماكينات والتولز اللي بيستخدمها الانسان عشان تحقق له الامان وتحقق له الرفاهيه والسهوله في الاستخدام.